هذه الاعمال ديال الشغب اللي عرفتها، المقابله ديال الجيش الملكي والمغرب الفاسي بمناسبه الاقصائيه ديال كاس العرش، فهي اعمال تم الوصف ديالها من طرف السيد الوكيل العام على انها اعمال ديال الشغب وديال التخريب وديال الحاق خسائر ماديه مثل الغير والضرب الجرح وتكوين عصابه اجراميه، بمعنى هي عقوبات قد تصل الى ما بين تتراوح ما بين 10 سنوات و 15 سنه. لماذا؟ لانها توصل، لان الوصف اللي تعطاها هو جنايه. حقا كاين هناك مجموعه ديال القصارين اللي تم الاحاله ديالهم على السيد قاضي التحقيق، كاين اجراءات خاصه كتخاذ فيما يخص الامر الذي يتعلق الامر بالقاصرين، ولكن كيبقى الوصف الجنائي والوصف القانوني لهذه الجرائم المرتكبه ولا يتغير، بمعنى كذلك انهم كذلك يتعرض، قد يكون هناك بعض القاصرين اللي سيتم تسليمهم للاباء ديالهم، ولكن هناك بعض القاصرين اللي ربما كذلك غطالهم عقوبات قاسيه نظرا للحجم الافعال المرتكبه ولخطوره الافعال المرتكبه اللي تم التقييم ديالها وتم الوصف ديالها من طرف الوكيل العام على اساس انها افعال جد خطيره. ما يمكنش توصل لعقوبه المؤبد، لان المؤبد ما كاينش اضراب النار مثلا عمدان، ما كاينش، كاين عقوبات ديال التخريب اللي هي فيها اللي كاين افعال ديال التخريب وجرائم ديال التخريب وديال الحاق خسائر ماديه مثل الغير وتكوين عصابه اجراميه والاغتصاب، هذه عقوبات العقوبات ديالها تتراوح ما بين من 5 سنوات حتى 20 سنه، 10 سنوات 15 عام 20 عام، ولكن المؤبد هي عقوبه قاسيه بعض الشيء على بالمقارنه مع الوصف ديال الافعال المرتكبه. وكيبقى المشكل اللي كاين هو ان هذه الافعال هذه هي تم استنكار ديالها من طرف الشعب المغربي ككل، من طرف كل من شاهد هذه الافعال ولا شاهد هذه الجرائم يعني كان، وهذا كنظن على ان الاضافه للعقوبه اللي غادي ينالوها فهذا الاستنكار حتى هو راه عنده تاثير ديالو على هاد الناس. الشغب هو ماشي جديد على الوسط الرياضي المغربي، احنا عانينا من هاد الشغب داخل الملاعب لسنوات طويله، وان الجائحه ديال كورونا اللي كان عارفها المغرب واللي ادت الى اغلاق الملاعب هي اللي كانت شيئا ما جعلت على ان الوسط الرياضي ينسى الشغب. اما الان بعد عوده الجماهير الى الملاعب، احنا في اول تجربه وفي اول مره كيدخل الجمهور التيران، كان يعني كتخلق عاوتاني كتعود الى الواجهه المساله ديال الشغب. فاظن على ان يجب التفكير في قانون جديد، يعني ان نلقحوا القانون وعلى ان يصدر قانون جديد في مواجهه الشغب، لان العقوبه الحبسيه وحدها لا تكفي، يجب ان تكون هناك عقوبات رادعه، بمعنى الى جانب العقوبه الحبسيه المنع من ولوج الملاعب، وكذلك ان تكون هناك عقوبات ماليه، تكون هناك عقوبات ماليه تتمثل في تعويض كاع داك الشيء اللي مثلا واحد الانسان اللي داخل التيران يتفرج كيتصاب في الصحه ديالو كيخرج كيلقى السياره ديالو مهرسه ودا الملعب كله كيتخرب، بمعنى ان الجامعه الملكيه اللجنه الاخلاقيه ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم في الاحكام ديالها لزمت على الفريق مثلا ديال الجيش الملكي هو انه يصلح الملاعب، بالعكس خصها تلزم على هذوك الناس اللي قاموا بالشغب الوالدين ديالهم ولا هما اللي يصلحوا الملعب، وتكون هناك مطالب مدنيه ديال الناس اللي تعرضوا للهجوم وتعرضوا للاعتداء من طرف الجماهير، هذوك الناس مالي الشغب، بمعنى ان الانسان ملي كتضربوا لجيبه تيعقل عليها، باش حتى تكون العقوبات الحبسيه التي غتصدر في حق هاد المشاغبين هادو، في حق هاد المعتدين هادو، في حق هاد الناس اللي اقترفوا هاد الاعمال الاجراميه، حتى تكون رادعه يجب ان تكون هناك عقوبات حبسيه وكذلك تعويضات ماليه تعطى يا اما لوزاره الشباب والرياضه او لا الدوله المغربيه باش تصلح الملعب لداك الشيء اللي تخرب، وكذلك تصرف تعويضات للاشخاص اللي تم الاعتداء عليهم وتم الاعتداء على الاملاك ديالهم. مسؤوليه مشتركه، يعني كنظن على ان رجال الامن كانوا قايمين بالواجب ديالهم، كانوا قايمين بالدور ديالهم، والدليل على انهم حتى هما كانوا ضحيه، حتى هما تعرضوا للاعتداء. ما يجب التفكير فيه الان هو واحد الحمله ما بين الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم والجمعيات من اجل التوعيه ومن اجل التنوير ومن اجل ان تكون واحد الحمله تحسيسيه بالمخاطر ديال الشغب، حتى يكون هناك واحد الردع اللي هو اولا اخلاقي، ويكون واحد الردع، واحد الردع اخلاقي من طرف من في شكل في اطار التوعيه وفي اطار التحسيس، باش هاد الناس يعرفوا الخطوره ديال الاعمال ديال الشغب، لا من الناحيه القانونيه ولا حتى من الناحيه الماديه. هاد العقوبات اللي كدير الجامعه الملكيه ان الجيش ما تستقبلش، المغرب الفاسي ما تستقبلش، يلعبوا او ياكلوا، هذا ماشي حل، لان ماشي هما اللي داروا الشغب،
ماشي هما، هما كانوا لاعبين ماتش ديال الاقصائيات ديال كاس العرش، فريق الجيش الملكي انهزم امام المغرب الفاسي، وقعت اعمال الشغب. علاش؟ لان الجمهور ديال الجيش الملكي ما رضاش بالنتيجه ولا ما عجبتوش الوضعيه اللي وقع. ولكن فريق الجيش الملكي مالو، المغرب الفاسي مالو تتوقع عليهم عقوبات؟ بالعكس، انا قلت لك خص تكون عقوبات على الناس اللي كيقوموا بهذا العمل، عقوبات ماليه، تكون عقوبات ماليه جد مرتفعه، باش الانسان قبل ما يرتكب اعمال الشغب يعرف راسه شنو كيتسناه.